عسلامة شنحويلكم، شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم الغسيت متاعنا خفيفة على الاخر، سليطة ما فيها حتى شيء. عندنا بطاطا مصموطة قصتها انا كرويت وبعد صمتها. عندي سفنارية سفنارية ربيتها هي نية مش طايبة، وشوية بصل صغير يعني كونتيتي صغيرة من البصل، وهذه مايونيز عملتها انا في الدار. طيب شان صوركم فيديو بتاع مايونيز كيف تعمل مايونيز كيف بتاع المطاعم ان شاء الله، وخلطتهم الكل مع بعضهم، نخلطهم مليح مليح لين يتمزجوا المكونات بالكدا. انا هنا عندي بوت صغير نسيت البطاطا، دونك فاتت شوية في الطياب مش تعجني نوع الماء. السلطة متاعي بوزيتيف اي نيجاتيف ما يقلقش، دونك وعندي هذا بتراف ني كيف كيف ربيتو، راهو الفوائد تاع البتراف ني احسن من الفوائد احسن من اللي تصمتوه خاطر نوعا ما اتقل. دونك توا خلطتو، ما خلطوش برشا باش ما نسيبش الكلور نتاعو برشا في السلطه، وطبعا نقول لكم على طريقه اخرى في عظمة تخلطوه تعملوها في السلطه. مش نتعدي ودولي تخسر، جبت لامبورت بيس نتاعي حطيتها في الصحن. هذه مقرونه طيب طينا غوزي صوص غوزي اللي هي صوص بيضة وميم طون بالطماطم وميم طون صوص حمراء. طبعا ان شاء الله نصوروا فيديوها. دونك وحطيتها في لامبورت بيس، نزلت مليح 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 باش المقرونة تلصق هكا شوية، ومش نخليها لطون نعمل تخساج متاع السلطة متاعي. هذه القنارية صمتها للسلطة، دونك صمتها ونظفتها وخليت الكيس ولا صحن متاعها مع شني نسميوها، حنقولو صحن الاخرين نتاع القنارية. دونك مش نحي نختار لامبورت اول حاجة باش نختار لامبورت بيس اللي يتماشى معاها يكون قدها. نحي الزويد متاعها يعني نخليها هكا مزيانة، ما نخليهاش فيها حاجات هكا زايدين على جناب، ومن بعد مش نحط عليها لامبورت بيس ون نعبيها بالسلطة اللي انا عملتها. دونك انتم اذا كان تحبوا مع الكولور متاع البتراف ولا الشامندر هو يقولوا له، دونك ما يسيبش الكولور متاعو في السلطة، ما تحطوهوش وقتها، وبعد ما تعبيوا لامبورت بيس متاعكم بالسلطة تردوهم سطح. انا عملته مكوم هكا شوية كجبل، دونك بومبي انتم تنجموا تعملوهم سطح وبعد تحطوا فوقه هو البتراف. تكون عندكم كوش بيضة ملوطة متاع سلطة سفنيريا يعني اورانجي وشوية اخضر متاع البصل وشوية او بلون متاع البطاطا الكلوغ بلون، ويكون من فوق هكا عندكم كوش كاملة بتراف. دونك حطيت شوية بتراف هكا على جنب باش يعمل غابيل هكا شوية مع الصحن ويعطي هكا الموتيفاسيون شوية هكا في الصحن. هذه شوية معدنوس مش نقصه شوية بالمقص ونرميها رميين يعني ماشي باش نحطو هكا جوست هكا نرميها عشوائي باش تكون زينة عشوائية نوعا ما تعطي موتيفاسيون اكثر للصحن. ومش نزيد هذوما ديكوردون تاع كوردون بولي مشويين اللي هما متكون من فلفل وشوية بولي صدر متاع البولي و ميم طون بصل مقصوص ترانشيت وشويتهم. ومش نزيد نعمل تخساج متاع زيت. دونك تحصلنا هكا كمل الصحن متاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا وان شاء الله يكون افدناكم. من حاجه بسيطه نجمو نعملو حاجه، واو مش لابد نزمنا نكونو حاجات مغلين فيهم ونشريو حاجات غاليه باش نعملو حاجه واو. ونختموها بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبسلامه، وما تنساوش تعملو ابوني والاشتراك في القناه متاعنا.